الله يخليك، متشكر جدا على الكلام ده، بس يمكن انا برضو كان مهم جدا ان الناس تسمع طبعا وتشوف مدير فني النادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني. كانت الاجواء اللي كانت موجوده في الفتره اللي فاتت من اول ما جه في 1/10 اللي فات، 1 اكتوبر، يعني خدنا شويه لقاءات كانت كلها ضرب ضرب، مفيش اي حاجه تانية. يعني من اول ما جه انت دخلت على سيمي فاينال، ودخلت كمان على نهائي الدوري، صحيح كنا خلصناه وخدناه وحصلنا على اللقب، لكن المهم انك كنت بتحضر بشكل كويس قوي. كانت مباراه صعبه مش سهله، مباراه الوداد هناك يعني بشكل مختلف، ثم مباراه العوده هنا، وبعدين مباراه فاينال قرن فعلا، هي مباراه الاهلي والزمالك كديربي وكمنافسه وكاجواء، و يعني حاجة تاريخية ما اعتقدش انها تحصل كتير يعني في العمر كله. ثم بعد كده كأس العالم للأندية، وبعدين بداية دوري، وبعدين عندك سوبر افريقي، ثم يعني شوية ازمات وشوية مواقف ازاي عداها من غير ما يشتكي ومن غير ما يقول اي، يعني زي ما في حاجات كتير قوي بتتعرض لها كفريق، هو اتعرض لها كمدير فني. حسابات بتختلف في حاجات كتير، يعني عناصر مميزه جدا في الفرقه، وعناصر لها اسمها ومكانتها واهميتها وقيمتها في الفرقه، فجاه ما بتبقاش موجوده معاك في ضغطه مباريات كبيره جدا ومطالب ان انت تفوز على طول. العنصر المهم جدا في التفكير والعقليه الاهلاويه، ان انت على طول بتعرف تفصل ما بين مباراه للتانيه، لبطوله للتانيه، وهكذا يعني. فاعتقد ان هو كان فتره مهمه قوي، الناس كانت محتاجه انها تسمعه ومحتاجه انها تشوف عقليته وتفكيره وإدارته للأمور الفنية، وإن شاء الرحمن اللي جاي يبقى أحسن بإذن الله. لأن أنت يعني كل يوم بيعدي فبتبقى أنت عارف كويس قوي إن اللي جاي مسؤولية أكبر، مش عايز أقول أصعب، لكن مسؤولية أكبر يعني.